ميدو في الاول ما قالش حاجه، بس لما رجع اتكلم عن ولتر بواليا كمهاجم قال كلام مهم جدا محتاجين نسمعه. بواليا بيشترك في كل كره مشتركه، بيقاتل على كل كره. كره على فكره اللي بدايه الجول بتاعت حسين الشحات هو الكره. كل دي حاجات بالنسبه لي او بالنسبه لنا احنا الناس، انا بتفرج على بانجلز مختلفه شويه، بشوف اللعيب ده يجي منه ولا لا. انا حاسس ان بواليا ده رغم ان هو لسه ما احرزش اهداف مع الاهلي الا انه مهاجم يجي منه، مهاجم فيه ريحه اللعيب نمره 9. احنا كلنا طبعا اتفرجنا عليه في الجونه ان هو راس حربه كويس، لكن انا ضد ان الناس تحاول تقتل لعيب من قبل ما يلعب. الراجل لسه ما لعبش بقاله ماتشين ثلاثه، لازم ياخد فرصه عادله وتقييم عادل من الخبراء والمحللين والناس المقيمين للعيبه وللفرق. ما ينفعش لعيب من اول ماتش او الثاني يقول لا ده هيفشل مع الزمالك مثلا، هيفشل مع الاهلي، لا ده لعيب على قده، ما ينفعش يلعب في نادي كبير. كل ده يا جماعه للاسف ما بيحصلش اللي عندنا بس، بالذات لما يكون لعيب اجنبي اسهل حاجه ان انا اقتله. ان انا لا، الناس اللي بتيجي تلعب عندنا دي لازم نحترمها ولازم ان احنا نديها فرصه عادله عشان تنجح، ما يبقاش الحكم عليها من مباراه او اتنين. ومش هضرب مثل بفلافيو بتاع، امثله كتيره جدا شفناها في العالم كله. لما تيجي تقيم بواليا انت بتقيمه الاول بيوصل للمرمى ولا ما بيوصلش، دي النقطه المهمه جدا. تقلق انت وانت كمشجع او لاعب قبل كده وانت بتقيمه لو هو ما بيوصلش، لكن لا النهارده بيوصل، يبقى اذا بيتحرك كويس، بيقدر يخلق الفرص لنفسه او المساحات لنفسه انه يقدر يروح بيها للمرمى، فده شيء جيد جدا. لكن حظه النهارده سيء شويه، يعني احرز هدف في بيراميدز كان صحيح، كان ممكن يتحسب. احرز هدف يعني بسنتي صباع رجله لو صباع لو بلبس جزمه بس 40 مش 42 كان زمانه هدف صحيح. لكن لا، بواليا اضافه كبيره للنادي الاهلي صحيح. شفنا تاثيره في المباراه السابقه امام الدحيل في الهدف اللي احرزه حسين الشحات في الكره وهو بيقطعها من المدافع، بيعمل الضغط السريع بيلعبها لحسين الشحات التسديده، كان مشارك فيها بواليا قبل حسين الشحات. لا، خامه جيده، خامه مبشره، هي بس محتاج هدف واحد يفتح. انا اظن الناس يعني استقبلته استقبال طيب في المباراه الماضيه، يعني